مضاد حيوي يعني من الاسم نفسه ان هو مضاد ضد حاجة. ضد الحاجة دي ودي نحطها تحتيها 10 خطوط اللي هي البكتيريا وليس الفيروس. يبقى هو اذا باخد هذا المضاد الحيوي بغرض مقاومة البكتيريا والقضاء عليها. البكتيريا بقى بتشبه حاجات كتير قوي، سواء بقى يعني حاجات نزلات شعبية بكتيرية، التهاب في الحلق البكتيري، الالتهابات السباحية، حاجات كتيرة جدا جدا يعني. النزلات المعوية نتيجة حاجات زي عايز أقول أنواع معينة من الهيبوفود، حاجات زي كده بسبب بكتيريا وليس فيروسات. واضح حضرتك؟ فهنا باخده يبقى النقطة الأساسية أنا باخده نتيجة كشف طبي. يعني كشف طبي ده هيقدر لازم زيارة الطبيب يفرقني إلى حد كبير بين الشخص اللي بيعاني ده عنده التهاب بكتيري أو التهاب فيروسي زي نزلة برد اللي هي العادية زي الأنفلونزا. يعني مع نزلة البرد والأنفلونزا وحتى الكوفيد 19 اللي احنا كنا عانينا منه فترات وما زال اثار يعني بسيطه بتيجي حاجات قليله حاليا الحمد لله، دي علاجها مش مضادات الحيوي. والحقيقه يعني احنا بنتكلم على بالفعل موضوع الناس بتخلط ما بينه بشكل كبير، يعني الاعراض بتبقى متشابهه ما بين هذه الامراض، فانا كشخص عادي ما اعرفش ايه الشيء اللي انا مصاب بيه، لازم زياره الطبيب علشان يشخص ويقول الدواء المناسب. طيب عايزين نعرف يا دكتور ايه مشكله ان احنا اجسامنا تتعود على المضاد الحيوي؟ ليه طول الوقت بنسمع تحذيرات من وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه من تناول المضاد الحيوي؟ ممتاز جدا جدا. في تاثير مباشر على الشخص نفسه وفي تاثير مجتمعي يمكن على العالم كله. التاثير على الشخص نفسه ان انا لو خدت مضاد حيوي ممكن اخد مضاد حيوي غير مناسب ليا، ممكن زي ما انا قلت التهاب فيروسي، يبقى اذا المضاد الحيوي باخده في غير مكانه خالص. طيب لو في التهاب بكتيري وخدته بجرعه اقل بيحصل مقاومه ضد هذا الميكروب. واخد حضرتك؟ اذا الميكروب نشاطه هيبقى اكتر هيديله مضاعفات اكتر على الشخص. واخد حضرتك؟ بيؤدي المضاعفات. يبقى اذا المضاد الحيوي له اسلوب معين، هل هذا المضاد الحيوي ده مناسب للحاله؟ دي رقم واحد. هل باخد المضاد الحيوي بالجرعه المناسبه؟ هل باخد المضاد الحيوي ده للمده المناسبه؟ ما ينفعش ان انا اكون مضاد حيوي يوم يومين وعرضت خفه وما بطلش، ما ينفعش. واخد حضرتك؟ يبقى ده تأثير مباشر على الشخص، يبقى إذا ممكن الحالة المرضية بتزيد ضررا. طب على المجتمع كله وعلى العالم كله في حاجة حضرتك اسمها مقاومة المضادات الحيوية. ودي للأسف الشديد بتبقى حاجة خطيرة جدا جدا، لدرجة إن إحنا بنشوف حاليا بعض الحالات بتستدعي دخولها الرعاية المركزة ومحتاج مضاد حيوي، مضاد حيوي وحسب تحليل المزرعة ما بيجيبش نتيجة. ودي مشكلة كبيرة جدا. أنا عايز أدي لحضرتك يعني في فقدان للحياه، يعني تموت في الرعايه المركزه حتى في افضل الاماكن خدمه حتى على مستوى العالم في امريكا في اوروبا حتى عندنا في مصر، دي بنلاقي مضادات حيويه غاليه الثمن جدا ومع ذلك ما بتجيبش فعاليه والشخص بيدخل في مضاعفات قد تؤدي الى الوفاه. هل يا دكتور البكتيريا هل البكتيريا اللي بقت بتقاوم المضاد الحيوي يا دكتور، او ان جسمنا نتيجه ان هو تعود على المضاد الحيوي، الموضوع ده نتيجه طبعا الثقافه المغلوطه المنتشره في تناول هذا الدواء ادت ان فعلا النسب تزيد وان عدد كبير من الناس ما بقاش بيتاثر بان هو بياخد الدواء ده وبقت حالاتهم ما بيبقاش ليها دواء؟ لا هو يعني شوف حضرتك يعني بندي مضاد حيوي ما فيش تاثير، بندي مضاد حيوي اخر ما فيش تاثير، الميكروب نفسه على المستوى اللي عايز اقول المكان نفسه بياخد شراسه اكثر، يعني حتى بيتعود على نوع معين من مضادات حيويه نفترض ان هو ده ما بيجيبش تاثير. يعني عايز اقول لحضرتك حتى احنا بنيجي نعالج مثلا نفرض يعني جرثومه المعده ممكن جدا بنعالجها من غير مضاد حيوي ما بيجيش تاثير، بناخد انواع ثانيه بعد فتره وهكذا وهكذا. بنلاقي في حاجات في امراض معينه عشان كده يعني لما نيجي نقول نعالج الضرر في مضادات حيويه بنقول فقط تؤخذ لحاله الضرر. زي مثلا الريفر بيصير. ليه بنقول كده؟ لان مش عايزين يعني مثلا الضرر ده مرض خطير.
لو خد الميكروب ده يعني مناعه ضد هذه المضادات الحيويه وعدم تعليم المضادات الحيويه بندخل في مشكله كبيره جدا جدا، الامراض الخطيره ما بقتش لها علاج.